هاوس ننقل لكم تهاني وتبريكات وتحيات الأخ قائد المقاومة رئيس المكتب السياسي العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح، وأنتم في مواقع العزة والكرامة، في مواقع الشرف، أنتم من تستحقون أن يولي لكم كل اهتمامه، لأنكم صمام أمان ولا تختلف جبهتكم بل وأكثر من جبهة المواجهات التي في الصحراء، بل أنتم من يحمي الجزر اليمنية، أنتم من يحمي ظهر المقاومة، مقاومة الساحل الغربي بشكل كامل، بل صمام أمان للجمهورية اليمنية في الجزر والممرات الدولية وطرق التجارة، أنتم من وقفتم في وجه الكهنوت في البحر، أنتم من قبضتم التهريب، تهريب الميليشيات للأسلحة التي كانت تتبع الحرس الثوري الإيراني.